السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ياسين من فريق عمل Appsstuff Team. ان شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 10 بعد 100 من محاضرات تعليم الجافا. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الكرة المتحركة، ازاي نقدر نصمم حاجة زي الكرة المتحركة سهلة جدا. هنفهم الفكرة والموضوع ان شاء الله سهل بالنسبة لنا. تعال نبدأ نرجع على الجي ديفلوبر ونبدأ على البينت كلاس. محتاجين نرسم دايرة، والدايرة ايه الفكرة؟ الفكرة ان دايرة بتترسم وبعدين بغير مكانها وبرسمها من جديد، وافضل كل شويه بعمل حاجه اسمها هنا طبعا بينت، صح؟ دي حاجه اسمها بينت، ارسم، بقول له نفذ الرسم بس ايه بشكل جديد. يعني ايه؟ بدل انا هنا عامل ثوابت، صح؟ عامل ثوابت ان كل مره لما اجي اشغل البرنامج اللي بيحصل الرسمه هتترسم في نفس المكان ده، في 400 في 90 في 80 في الطول في العرض في الارتفاع في نفس البيانات دي. طب انا عايز البيانات دي تتغير وبعدين كل شويه يبدا يرسم من جديد، يعيد الرسمه، فبيمسح الشاشه ويبدا يرسمها من جديد. ده فكره التحرك، يعني الفكره ان الشكل قدامي كل شويه بغير مكانه وبنضف الشاشه وبتترسم من جديد. عشان انضف الشاشه وارسم من جديد بستخدم امر اسمه ريبينت. ريبينت يعني اعاده الرسم. طب اعمل الكلام ده كله ازاي؟ تعال نعرف فوق متغيرات كده، نقول له برايفت انتجر، ماشي، او اخليها انتجر، ماشي، برايفت انتجر، هنسميه اكس واحد وواي واحد. ايه فكرة اكس واحد وواي واحد؟ ان انا بدل ما انا مثبت اكس واي، لا انا كل شوية هغير اكس واي واقول له ان اكس هتبدأ معايا من الصفر وواي هتبدأ معايا من الصفر. يعني ابدا من الزاويه خالص بتاع البرنامج كده او بتاع الابلكيشن. طيب تعال نرسم دايره هنا، نقول له نحطه ملاحظات، اقول له دراو موفينج بول، كره متحركه هنرسمها هنا. محتاجين نرسم ايه؟ محتاجين نرسم اوفال عادي كده، يبقى جي دوت دراو او فيل، بقى فيل تبقى كره مليانه شويه، فيل اوفال. الاوفال دي محتاجة محتاجة ان ادخلها اكس واحد بدل من اكس واي واحد. الكرة دي هيبقى عرضها كام؟ عرضها مثلا 150 وطولها 150. خلاص تعال نرن ونشوف ايه الموضوع. اترسمت، نصغر الكرة شوية، خليها 80 ويديها لون، يبقى جي دوت ست كلر، هنسميها كلر دوت مثلا ريد، خلي الكرة حمرا. درن كده رسم لي الكرة دي. اوفال هي دي، اكس واحد واي واحد وكده. طيب اما جينا الرن الكرة ثابتة زي ما هي. محتاجة عشان احركها، محتاجين عشان نحركها تبدأ تتحرك نغير كل شوية قيمة الاكس والواي. يبقى عشان اغير الاكس واي لازم تتغيروا فين؟ هيتغيروا جوه ايفنت، حدث معين، يبقى داخل حدث معين. تعال نزود هنا ايفنت داخل الكلاس بتاعنا، هنعمل امبلمنت لمين؟ للاكشن لسنر. تمام، هنعمل هنضيف عندي الاكشن لسنر داخل الكلاس بتاعي بالمنظر ده، وبعد كده اعمل له امبلمنت الميثود بتاعته، فنلاقي حاجه اسمها اكشن بيرفورم نزلت لوحديها. ايه الاكشن بيرفورم ده؟ هيتنفذ
لما التايمر كل شوية ايه يبدأ ياخد قيمة جديدة. هقول له ايه بقى في الاكشن بيرفورمد؟ هقول له ان ايه اكس واحد كل شوية ايه هتزيد بواحد، تمام، وواي واحد كل شوية هتزيد بواحد بالمنظر ده. يبقى ايه كل شوية هنلاقي ان اكس وواي هيبدأوا يزيدوا كل شوية بواحد. تعال نرن برضو ثابت. ليه؟ لان لحد الان مفيش اكشن حصل. الاكشن هيحصل امتى؟ لما التايمر يتغير. يبقى محتاجين ايه؟ محتاجين دلوقتي التايمر، والتايمر ده كل ما بيبدا يرجع يبدا من الاول فبيبدا ايه ينفذ الاكشن بيرفورم ده. يبقى الاكشن بيرفورم هنا معتمد على التايمر بتاعي. يبقى باجي فوق بعرف كائن جديد اسمه تايمر، مش تايمر، يبقى تايمر اسمه ايه؟ اسمه تايمر، هنسميه تايمر مثلا ونيو تايمر. التايمر ده محتاج ايه؟ محتاج الوقت اللي هيقف فيه، يعني قد ايه مثلا 2، ومحتاج الاكشن بيرفورم ده يتنفذ. اقول له يتنفذ على الاكشن بيرفورم تبع الكلاس الحاليه ديس. طيب وبعدين هبدا اعمل ستارت، التايمر دي تبدا تشتغل. هتشتغل فين؟ كل مره هيبدا عمليه الرسم. يبقى اقول له ايه تايمر دوت ستارت ابدا. يبقى التايمر محتاج يبدا. طب اذا بدا يعمل ايه؟ هيروح كل ما يخلص الاثنين، تمام، هيبدا بقى ينفذ الاكشن بيرفورم. طيب في الاكشن بيرفورم ده يعمل ايه؟ هيزود كل شويه واحد. كده كفايه؟ لا مش كفايه، هيبدا يعيد الرسم تاني. ويعيد الرسم معناه ايه؟ انه يرجع ينفذ الاوامر دي تاني، تمام. هيزود ايه؟ هيزود اكس كل شويه بواحد، وبعد ما بيزود اكس بواحد يروح عامل ايه؟ يروح المفروض يرجع ينفذ البنت كومبوننت. عشان ينفذ البنت كومبوننت مره تانيه بستخدم امر تاني اسمه ايه؟ اسمه ريبنت، تمام. يبقى الريبنت عشان ايه؟ عشان انفذ، ازود الاول دول بواحد، الاكس بواحد والواي بواحد، وبعدين بعمل ريبنت. والريبنت بيروح ينادي على البنت كومبوننت تاني، بينزل ينادي عليها، بس ايه؟ ان اكس واي بتبقى من ايه؟ بالقيم الجديده. كل مره بيمسح الفورمه وبيبدا ستارت للتايمر من جديد، وبعدين بيبدا ايه ينفذ رسمه الكره دي، بس ايه المره دي اكس واي هتبدا تزيد. تعال ننفذ الشغل بتاعنا فورم كلاس اهو، ونقول له ران. هنلاقي ان الكره ايه بدات تتحرك، بس ايه اما اتحركت ملهاش نهايه. انا ما قلتلوش ان فين هتبقى اخرك عشان ترجع كده وترجع كده والكلام ده كله، فلازم احط نهايه للكره بتاعتنا. برجع تاني هنا، لازم احط كونديشن ان هو لو خبطت في نهايه الفورمه تبدا ترجع تاني. عشان اعمل الكلام ده كله محتاج ايه؟ محتاج متغيرات تثبت لي ايه القيم بتاعتنا. تعال نعرف متغيرات جديده هنا، نسميه مثلا اكس اند نهايه الاكس وواي اند ونهايه الواي. يعني ايه؟ امتى ينهي الاكس وامتى ينهي الواي، او نسميها اكس انكريمنت وواي انكريمنت. وهنقول الاكس انكريمنت هيزيد مثلا ب2 والواي انكريمنت هتزيد ب2. نيجي هنا بقى نتاكد من الكلام ده كله في الاكشن بيرفورمد. هنقول له بقى ايه اذا كانت، عايزين نقول له احنا وصلنا للاخر، اذا كانت اكس واحد عاوزين نتاكد ان هي ما رجعتش للصفر فوق، ما عدتش الصفر، يعني اخرها صفر واخرها الناحيه التانيه ايه عرض الفورمه الحاليه. اذا كانت اكس اقل من الصفر، اذا كانت اكس اقل من الصفر، او ان اكس واحد اكبر من او يساوي الفورمة الحالية this dot e dot الويدز او جيت الويدز، ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى خلي لي ان اكس واحد هتساوي لنا ايه؟ اكس اتنين بقى، اكس او اكس ان الانيشال بتاعتنا اكس ان هتساوي لنا بالماينس.
يعني ايه هنقلب الاشاره بس بدل ما هو فوق اكس ان بموجب 2 تمام انا تحت اقلبها بايه بسالب 2 عشان يعكس الايه الاتجاه يعني انا عكست كده ايه انا بقول له كل مره زود 2 فمقلب اشاره الاثنين هتبقى بالسالب يبقى كل مره نقص 2 بالمنظر نفس الكلام لمين هنفذ الكلام ده كله لمين للواي بقول له اذا كان الواي 1 لو كان اقل من الزيرو او اكبر من جيت الهايت ارتفاع الشاشة في الحالة دي واي ان هتقلب لماينس واي ان وكل مرة زود لي اكس وان فيها اكس ان واي زود لي فيها الاكس الواي ان فهنا كل مرة هيزود ايه اتنين 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 لحد ما هو شغال واول ما يوصل لعرض الشاشة هيبدأ ايه يبدأ 2 دي هتحول للسالب هيبدأ ايه ينقص بالسالب لحد ما ايه ترجع عكس الشاشة تعال نجرب كده تمام كده بالمنظر ده شايفين اكبر الشاشة صغر هو بيوصل للعرض ويبدأ يرجع تاني صغر كده بالمنظر ده طيب عشان اتحكم في سرعه الكره يبقى نتحكم في سرعه التايمر اكيد يعني التايمر دلوقتي انا عاوز ابطئ الكره شويه اخليها مثلا بطيئه جدا اقول له مشي لي الكره على 50 ابص بقى ايه السرعه بدات تتاثر بالتايمر يعني كل مره بيتنفذ الاكشن بيرفورم بص الوقت ده كل 50 ملي سكند بيبدا ايه يبدا الاكشن بيرفورم يتنفذ من جديد نسرعه جامد خليه 1 ملي سكند نرن بالمنظر ده لو الكرة عندنا نازلة شوية يعني مش عاوزينها تنزل قوي كده فممكن ايه نكبر العرض شوية والارتفاع يعني ايه هنقول له لحد مثلا الويدز لو كانت اكبر من الويدز زائد مثلا زائد 50 زائد 50 عشان ما ينزلش تحت قوي كده هبدأ رن معلش عفوا ناقص 50 بقى عشان ما ينزلش تحت بالمنظر ده ممكن كان ليها ناقص 100 او 80 حسب الاطار بتاع اللوحة بتاعتنا بالمنظر ده اهو شايفين يبقى احنا عملنا ايه عملنا طبعا هنا بسرعة عشان نبدأ ننفذ الكلام الكرة المتحركة ده محتاجين ايه محتاجين تايمر التايمر ده عبارة عن كائن بيتنفذ لوقت معين فبقول له التايمر بتاعك هيبقى 1 ملي سكند وهينفذ حاجة اسمها الاكشن بيرفورم يعني هيبقى كل ما يخلص هينفذ الاكشن بيرفورم بتاعتي ايه الاكشن بيرفورمد انا عملت ايه عملت اكشن ليسنر عملت امبلمنت للايفنت اسمها اكشن ليسنر تمام عشان يتنفذ مع التايمر وجيت التايمر ده قلت له ايه قلت له في البينت كل مره هيعمل له ستارت هيبدا كل مره في البينت كل ما يجي يرسم هيبدا ايه يعمل له ستارت من جديد طب وبعدين عملت كره رسمت كره بالمنظر ده لونها احمر واديتها ايه الاكس والواي وكل مره اكس هتزيد بايه اكس ان والواي هتزيد بايه واي ان واكس ان 2 والواي ان 2 يعني كل مره الكره هتزيد ب 2 المساحه بتاعتها هتزيد ب 2 بوينت على الشاشه طيب جيت في الاكشن بيرفورم بتاعتي قلت له ايه قلت له لو كان الاكس بتاعتي اللي هي كل شويه باديه بزيرو لو نزلت عن الزيرو في الحاله دي او ان زادت عن عرض الشاشه ناقص 80 يبدا ايه اعكس لي الاشاره بتاعت الزياده خليها بالماينس عشان يبدا يرجع ايه عكس ونفس الكلام بالنسبه للواي قلت له الواي لو كانت اقل من الزيرو او كانت الواي اكبر من طول الشاشه ناقص 80 عشان الفريمات بتاع الشاشه وكده برضو اعكس لي ايه الاشاره عشان يبدا يعكس اتجاه الكره وكل مره هيبدا ياخد الاكس يزود عليها الاكس ان
طبعا لو بالزائد هتبدا تزيد، لو بالماينس هتبدا تنقص بالمنظر ده، والواي نفس الكلام. بعد كده بستخدم امر الريبند، وقلنا الريبند هو امر بيستخدم لاعاده تشغيل البند، وكل مره بينزل يقرا البند يروح ينفذ مره ثانيه البند كومبوننت، ويبدا يشغل الستارت من جديد التايمر، ويبدا يرسم الكره في مكان جديد بالمنظر ده. بعد كده ما جينا رنينا طلع ايه، الكره بتتحرك بالمنظر بتاعنا ده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمحاضره بتاع النهارده. اي سؤال اي استفسار منتظرينكم على appsstuff.com. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.